ها مرحبا. كنا نتجادل مع فانيا وتحديناه بأن ستيفي قادرة للذهاب إلى السوبر ماركت وحدها. لا أعتقد ذلك، سوف تخسر بالتأكيد. عليك أن تؤمن بقدراتي يا أخي الكبير. سوف نرى. يجب على الكبار أن يثقوا بأولادهم. فانيا، أنت لم تصبح مستقلا في يوم واحد. لنبدأ، سوف ترى كيف سأفوز. حسنا ستيفي، عليك إحضار كل ما في هذه القائمة. ستيفي، هذا هو المتجر. الغرض الأول هو الفراولة. الغرض الثاني هو الحليب. الغرض الثالث هو البيض. الغرض الرابع هو الكاتشاب. والغرض الخامس هو معجون الأسنان. حسناً، هذه هي النقود والقائمة. هذا هو صديقنا كايل، سيقوم بتصويرك داخل السوبر ماركت، وسنراك على الهاتف بشكل مباشر. حسناً فانيا، سنقوم بتحدٍ. إذا أحضرت كل شيء في 15 دقيقة، سأفقس بيضة على رأسك. حسناً، وإذا لم تستطع فعلها، سوف أفقس أنا البيض على رأسك. حسناً. لديك 15 دقيقة فقط. 3، 2، 1، هيا هيا هيا. لنرى. هيا. سأحضر كل الأشياء. أولاً فراولة. فراولة. تبحث عن الفراولة. أجل الفراولة. وجدتها. لن تجد الباقي. لنبحث عن الحليب الآن. تبحث عن الحليب. هذه هي ابنتي. واو، هنالك الكثير من الحليب. هناك الكثير من الحليب ستيفي. لقد نجحت مرة أخرى. أجل. لدي 3. رائع ستيفي، أظن أنني سأفوز. لن تنجح في ذلك. سأبحث عن البيض الآن. حسناً، هيا ابحثي عن البيض. ها أنها تبحث عن البيض. سوف أفقس البيض على رأسك. ها، ألا تري بيض؟ لا أعرف. لا تستطيع أن تجد البيض. ها. هيا ستيفي، بإمكانك فعلها. ما هذا؟ بيض. بيض. أو لا. فانيا فانيا، أنت على وشك أن تخسر. وأخيرا وجدت البيض. كم هي رائعة، انظر كيف تستخدم القائمة يا فانيا. والآن لنجد الكاتشب. ترى أين سيكون الكاتشب؟ لقد وجدت 3. بقي 2. كاتشب. لقد وجدت. أجل، وجدت الكاتشب. أحب الكاتشب كثيراً. وأنا أيضاً. لا أستطيع أن أفهم ما هذا. إنه معجون الأسنان. هيا معجون الأسنان ستيفي. لقد عرفته. لنبحث عنه. هيا بسرعة ستيفي، الوقت على وشك أن ينفذ. الوقت ينفذ. لم يبق الكثير من الوقت، علي أن أسرع. هيا 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 هيا. ستيفي ستيفي، هل تبحثين عن الشوكولاتة؟ نعم، أحب البيضاء. لكنها ليست على القائمة. لا تأخذي الشوكولاتة. لا شيء. ليست هنا؟ لا تستطيع أن تجد معجون الأسنان. لن تجد معجون الأسنان.
لقد توترت بالفعل. سأفوز. لا لا لا، لا أستطيع أن أجد معجون الأسنان. أين هو؟ ها هو. ليس هنا. ها؟ معجون أسنان؟ هل هذا معجون الأسنان؟ عال جدا. إنها قصيرة جدا لتتناوله. ستيفي اطلبي المساعدة. علي طلب المساعدة. هل يمكنك مساعدتي؟ ها؟ حسنا. أي واحد تريدين؟ هذا؟ لقد ساعدها كايل. تريدين هذا؟ نعم. شكرا جزيلا. لقد انتهيت. أريد بعض الحلوى. لنرى. وهل بابا سيكون سعيدا لشرائك شيئا خارج القائمة؟ لا أعرف. حلوى؟ تستطيع أن تأخذ حلوى واحدة فقط. نعم. أي حلوى تريدين؟ أنا أبحث. الحلوى ليست على القائمة. ليست على القائمة. الحلوى، أين الحلوى؟ لنذهب هناك. لنذهب هناك. إنهم هناك. هذا؟ نعم. لا أستطيع الاختيار، لكنني اخترت. لا أعلم إن كان معها ما يكفي من المال لشراء الحلوى. أريد المزيد من الحلوى. المزيد؟ لا. سأجربها الآن. ما هذا؟ بوشار؟ أوه لا. نذهب بسرعة. لا تهربي من المكان، نظفيه أولاً. عليكم دائماً تنظيف أوساخكم. هذا صحيح. أحضر الأشياء وهيا بسرعة بسرعة. هيا هيا ستيفي، أسرعي. إنها ذاهبة لنقطة الدفع. ستيفي الوقت انتهى، هيا أسرعي. لقد فعلتيها. لقد فعلتها، لا أصدق. هيا لنرى. بابا بابا، لقد فعلتها. أحسنت يا ستيفي، كنت أعلم أنك ستنجحين. أنا فخور بك جدا. أحسنت يا أختي الصغيرة. لكن بقي علينا شيء واحد. واحد، اثنان، ثلاثة. آسف يا ستيفي، كان علي أن أصدق. بالتأكيد. مرحبا أليس. مرحبا مانيا. مرحبا أليكس. مرحبا مانيا. مرحبا أليكس. صباح الخير يا أولاد. مرحبا يا أستاذ. اليوم لدينا تحدي صغير، كبير ومتوسط. ياي ياي. مرحبا. ومن يحصل على أفضل النتائج سوف يحصل على ستيكرز. حسنا، ما هو الحجم الذي تريدونه؟ أي حجم ليس كبير. أي حجم ليس متوسط. أي حجم لكن ليس صغير. اختاروا ورقة من هنا لتعرفوا ما هو الحجم الذي ستحصلون عليه. حظا موفقا. متوسط حقا؟ كبير مرة أخرى؟ لا تقلقوا يا أطفال، كل حجم هو الأفضل في الوقت المناسب له. هذا رائع. واو.
مثلا يا رفاق، عليكم أولا أن تقيسوا حجم الدفاتر الخاصة بكم وتضعون النتائج على العداد، ولا تنسوا لديكم وقت محدد لنبدأ. حسنا لنجرب. 4 5 6. اثنان ثلاثة أربعة. واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. بسرعة يا أليكس سوف نخسر. واحد اثنان. انتهى الوقت. أحسنت يا مانيا. لقد فزت وحصلت على الستيكر، أنا الأفضل. لا تقلقي، يوجد المزيد من التحديات الممتعة. واو رائع. والآن لديكم مهمة علمية. نعم. إنها كبيرة جدا، هذا الكثير من الجلي. لا يمكنني المجاراة. أسرعوا أسرعوا. أوشكت على الانتهاء. لقد انتهيت يا معلم. عمل رائع أليكس. كدت أن أنتهي. نا 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 نا. حصلت على ستيكر. واو. التحدي هو أن تمحوا الرسمة وترسموها مجدداً بمفردكم. بدأ العد. لا يمكنني مسح هذا. مساحتي صغيرة جداً. الوقت يمضي. كان ذلك سهلا، لقد انتهيت. حسنا انتهى الوقت. أنت سريعة جدا أليس. شكرا. أنا جاهزة أيضا. أعتقد أنني انتهيت. حسناً، التي انتهت أولاً هي أليس. تهانينا لك. شكراً. رائع. واو. المهمة الأخيرة اليوم هي اللوحة الفنية. لحظة، ماذا؟ ماذا؟ أعرف ماذا سأفعل. تعالوا جميعاً إلى طاولتي لنعمل معاً على إنهاء هذا المشروع. فكرة رائعة. لا عليك، استخدمي هذا. شكراً. انتهى الوقت. واو.
تبدو رائعة. نعم، ترى ترى عمل رائع، تحصلون جميعكم على أعلى العلامات. انتهى الدرس، بإمكانكم الذهاب الآن. إلى اللقاء يا معلم. لا يوجد شيء سيء أو جيد فقط في الحياة، ولا يهم ما إذا كان هذا شيء كبيراً أم صغيراً، لكن إذا تعاونتم مع بعضكم البعض يمكنكم اجتياز جميع الصعاب. أهلاً وسهلاً بكم في الفندق. واو! أحتاج أفضل غرفة. أنا أريد غرفة جيدة. أحتاج أي غرفة؟ من فضلك. واو! لحظة واحدة. آسف، لدي غرفة واحدة فقط. واو، هذا رائع، سنعيش سوية. واحد، اثنان، ثلاثة. هذه غرفتي، اخرجي من هنا. حسناً، أعتقد أن الغرفة لا بأس بها. هل أعجبتك يا سمكتي؟ أنا سعيدة جداً بغرفتي، إنها تبدو رائعة. ما رأيك يا لكي؟ أحتاج ألعابي الذهبية. أريد ألعابي. لنرى ماذا يوجد هنا. يمكنني أن أصنع منزلاً لك. غريبة. هذا ما كنت أحتاج. لدي بوبيت فضية. رائعة. ووهو!
يوجد لدي بوبيت فضية أو ذهبية، لكنني أحب هذه البوبيت الورقية لأنني صنعتها بنفسي. أحتاج إلى كمبيوتري الآن. انظروا إلى هرمي الذهبي. أريد بعض التسالي. يامي. لنجربها. أريد أن آكل. أحتاج إلى ذهب. وأنا جائعة أيضاً. كم أنا محظوظة! هذا كل ما لدي. أشعر بالملل. ماذا أفعل؟ لدي فكرة. هيا أعزف لي. التالية. العزف لك. أستطيع أن أعلمك أيضاً. سيكون هذا رائعاً. لا لا لا، هكذا. احمليه بهذا الشكل. حسناً. هل تريدين أن أعلمك؟ نعم، هيا بنا. جربي الفساتين. شكرا. العفو، لدي فكرة. لقد أعجبني هذا، إنه جميل. وقت المكياج، هيا. الصداقة الحقيقية لا تفرقها الأموال. عليك أن تكون لطيفاً بكل الأحوال.